أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم. الخبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتبهوا لكلمة إيتنا في حال الابتداء، طبعا همزة الوصل تحرك بالكسر. ليش؟ لأنه همزة القطع على يا الكرسي اللي جالسة عليه همزة القطع على يا. إذن همزة الوصل في حال الابتداء، بأكسرها، وبعدين همزة القطع بخليها حرف مد يا. إيتنا مد طبيعي يعني، تمام؟ فتنتبهوا في حال الابتداء، لكن في حال الوصل طبعا همزة الوصل تسقط وهمزة القطع تبقى. فبنقول إلى الهدى ائتنا في حال الوصل، في حال الابتداء ائتنا بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.